وأول مشهد سيداتي وسادتي في سكن الطالبات. والله مرتب، شوف كيف مرتب. What's your problem? That's a long story. You got any liquor? No, I'm 15. Well, what about drugs? No. Then why shouldn't I kill you? All right then, tough guy, kill me. السلام عليك، حياك الله عزيز المشاهد، اسعد الله يومك. اسمحوا لي ثواني بس اضيف ملاحظة مهمة. هذا الحلقة الثانية اللي بتشوفونها من لعبة بولي 2 سبق وتكلمت انا في هذا المقطع اللي هو نزلته قبل امس، قلت يا شباب هذه الحلقتين مصورة نهاية شهر واحد، يعني قبل 3 أو 4 شهور، ولاحظت ان ناس كثير ما انتبهوا لهذا المقطع او ما شافوه، فياريت انكم ترجعون تشوفونه حتى تفهمون السالفة. باختصار انا نزلت استطلاع راي واستعرضت العاب كثير متنوعة راح انزلها في هذا الشهر ان شاء الله، وقلت عشان اعطي نفسي مجال واعطيكم كلكم مجال ان الكل يكتب كومنت ويعطيني رايه في الالعاب، راح انزل هذه الحلقتين اللي اوريدي مجهزها انا من زمان وان شاء الله انها تنال على اعجابكم. بالنسبه للعبه هذه بودي 2، هل استمر فيها حلقه ثالثه ورابعه وخامسه؟ هذا يعتمد عليكم، بشوف رده فعلكم على هذه المقاطع. اما عن نفسي انا والله مستمتع لاخر حد في هذه اللعبه، وبس ما ودي اطول عليكم اكثر. صلوا على النبي واستمتعوا بالمشاهده. هذا يباني اوصل له باكج الظاهر الى بيتريس او بيترايس، مدري، خلنا نروح نشوف. اوه بيترايس الحب حقه. هذا اول مرة يا اخوان ندخل. اوه تنتظرني برا، انا عبالي بدخل. قصة الحب والعشق الفلوس، فلوس هي $5. طيب ليش ما انت تعطيني $5 مش خويتك؟ ايش العالم المجتمع الرخيص؟ قالت الهلب. شوف صورة المدير ورا. لاعبين في صورة والله. اخلص علي، اعطنا المشن. هوبو بيهايند ذا اولد سكول بس. اوكي اعطاني طاقاتهم، يعني بينجلدون في الطريق، الله يستر. باص المدرسة هذا كان. طيب ايش عندنا هنا؟ اوه هنا في شايب صح؟ هنا كان في شايب، اتذكر كان يخليني اقص العشب في هالمكان او شيء. هذا شايب سكران. Just get out of here, kid. Why should I? Because otherwise I'll kill you. What's your problem? That's a long story. You got any liquor? No, I'm 15. Well, what about drugs? No. Then why shouldn't I kill you? All right then, tough guy, kill me. Shut up. You know what, kid? I like your style. You got guts. You do me a favor, and I'll show you some real moves. Classified moves, real special army stuff. Cool. Okay. يقول لي جيب لي الراديو تقريبا وراح أعلمك حركات في القتال، في الفنون القتالية لأنه كان في الجيش. أوكي. الراديو حقه ظاهر فوق المبنى. هذا هو. راديو ترانزيت. أوه عندي حصة إخوان، عندي حصة. يلا خلنا الساعة 9 ما انتبهت للوقت. خلنا نوصل لهذا على السريع ونروح حصتنا. اوكي وايش الفنون القتالية بتعلمني؟ اوه بجرب فيه، حلو. تم ضاغط اكس يقول مربع. اوكي ابركت اللوكت اللي هي الضربة القاضية هذه، تم ضاغط مربع. وكل ما حصلت راديو نفس هذا اجيب له اياه ويعلمني حركة جديدة. لا 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 رايح الصف، والله رايح الصف يا ابن الحلال، والله رايح الصف يا ابن الحلال، اصبر. ايوه بيتعب، تعب تعب شايب. ايش الصف هذا؟
Art Room الرسم. Ladies and gentlemen, I'm Miss Phillips and it is my pleasure to induct you into the world of arts. هلا 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 والله هلا. طيب Instruction Enemy Caesar الانمي حقي. Speed Freeze. اوكي ركز على Speed ولا نركز على الثلاث شغلات اللي تحت هذه وننتبه من اللي فوق. اوكي 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 شو السالفة الحين؟ انا وين؟ اوكي خلنا نخلص هذا يمدي. الله عليك حلو. ايش الوهقة هذه؟ صادني صادني يخرب بيته صادني. تراي اجين. حلو خلصنا الرسمة تقريبا 70% يبان اخلص الرسمة من هذه. كانها الدكتورة. اي والله هي. هاي يو وانت بوي فرند على السريع. اوكي هنا يعلمنا قلة الادب يا اخوان كيف تعطيه. جيمي ذاتس سو نايس اوف يو. اوكي بعدين Do you think anyone saw? ما حد شاف ما حد شاف. That's right. اوكي حصة الفنون يا اخوان لازم نركز فيها. دقيقة دقيقة خلنا هذا يسرق ولا يفتح؟ ايوه وش حطيت انت؟ خلنا نسرق على السريع. ايش عنده؟ لبس برضه. شير ثاني تيشير ثاني. واول مشن سيداتي وسادتي في شو اسمه سكن الطالبات. هذا ايش هذا؟ اوكي خلنا ندخل السكن. والله مرتب شوف كيف مرتب. لا المشرفة بتشوفني ولا المشرفة فوق؟ اوكي مثلث يعني فوق. هاي ذير. هلا والله. ليش 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 تخافون يا اخي ليش؟ اوكي سرقت منها كتابها وجاء اخونا في الله طالع من هنا. شو كيف الغرف مرتبه يا اخوان. And you should stay out of the girls' dorm, you little perv. I see you undressing me with your eyes, sicko. You wish. Please, will you help me? أبشري والله. Do I have to? Yes, it's vital. She's stolen my lab notes. Without them, I'm gonna fail chemistry and I'll never get into med school. Now I won't find the cure for cancer. Basically, the future of the whole world rests on those notes. What's in it for me? Well, if you get them back, I'll kiss you. Ugh. That's okay. If you don't, I'll tell the whole school you're some kind of sad sicko who spies on girls getting changed in their dorm. Relax. One set of lab notes coming up. Hey, Gary. I need to get something from Mandy's locker. I'm not surprised. You know, you should put a stink bomb in there. It'd be funny. Get one from Fatty. He knows everything about stinking. Okay. الخوي يقول لي عشان تجيب هذا لازم تفجر. جيب الستينك بوم. ليه 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 بالغلط 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 يا ابن الحلال. هذا مشن عنده. هذا بعد يريد مشن ولا ايش؟ ولا يبى فلوس؟ اوكي يبى فلوس. اوكي جو تو ذا جيم. الظاهر عندي كلاس في الجيم وفي نفس الوقت المشن هنا. حلو. اي والله الكلاس او المشن في الجيم. خلنا ناخذ هذا مره واحده. معليش 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 الحين بنسرق بنرجع الاغراض اللي اخذتها منها ونحط شو اسمه نحط القنبله داخل. لكن عندي كلاس. عليل عندي كلاس عندي كلاس والله عندي كلاس. انا ايش دخلني؟ اوكي كلاسي هنا.
يقول عندي ايش سالفه لو دخلت الكلاس بكنسل المشن يا ليل. بيمديني اوصل هذا وارجع اتوقع مفروض ممكن اوصل هذا بعدين اخلي المشرف يمسكني ويرجعني لهناك. يا ويلكم يا ويلكم. ما عندنا التصريف هذا. اوكي طيب الحين عشان نلحق الكلاس تعال تعال امسكني اتوقع يوصلني للكلاس مفروض. تكفى وصل اي والله وصلني للكلاس. حلو حلو ايش رايكم بس والله اتذكر. هلا والله على طول بدل ودخل الساحه. أنا أقول للدب هذا تعال يا قلبي تعال تعال الشايب علمنا مهارات جديدة. هو لازم نتعلم. أوكي لازم أمشي على حسب ال الله يعينك الدب تعلم عليك. أوكي تم ضاغط مربع بعدين نفس الحركة مرة ثانية. اوكي عندي حركات كثيرة والله فنان الحركة هذه مرة قوية. الحين تضرب مرة مرتين والثالثة تمسك. بس ليش ما حسب لي اياها؟ مرة مرتين والثالثة تمسك. اوكي حسبها المرة. اوكي فتحنا المهارة الثانية. اهم شيء الجمهور يا اخوان اهم شيء الجمهور. والله انها تمرد غدب مسكين. دردنا سترونج جيرل يا ابن الذين بنت قوية. والله ذات واز ايزي. خلنا نسرق لنا هذا على السريع. حبيبي محاكي الحرامي ما لعبت عبث انا. اكتسبنا بعض الخبرات. يا اخي اتذكر كان في سيكل في اللعبة والله العظيم. اتوقع انه يكون جنب الباص هذا القديم. وكان الزلاجات ما ادري يا رب ان الزلاجات الحين تطلع لي لانه صراحة متعب المشاوير هذه. المدرسة يعني كبيرة مرة. ديفند باكي خلنا نشوف المشن هذا. ما ادري يا شباب انا بسوي سكيب اللقطات هذه اذا بدكم ان تشوفونها كاملة خبروني بخليها. اوكي الحين يقول فايند هذا وساعده بكي. الظاهر انه ينجلد هناك. خلنا نشيل هذا على طريقنا. اي والله ينجلد هنا. جاتك الفزعة. بتزحلق. سلام. خلنا نجلد الثاني على بال. اوه القب. دقيقة دقيقة بزحلقكم كلكم انتو. حتى اخوي يتزحلق اتوقع. خلنا نشيل القب هذا. دقيقة 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 خلنا نستخدم مهاراتي يا اخي دقيقة. هو لسه هذا داخل هذا مش خوينا. والله كسرته في راسه. لازم هذا راعي القب ما يضربني عشان يكون هيلث لهذا. اوه يمدني اشله منه. يا سلام. والله رهيب والله يا اخوان لعبه رهيبه. دقيقه ايش عندنا بعد يمدينا نستخدمه هذا. وين رايح؟ نساعده يهرب بس من المكان هذا. ليش 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 هات 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 يا بالحلال ما هو بحقك هذا. هات تعال 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 انا تعلمت حركة جديدة في الصف. والله حتى الصفوف يا اخوان لها فائدة. او الشاي بيجي يساعدني. هلا بي هلا بي.
أيوة. دقيقة دقيقة. لا لا إيش تبى أنت إيش تبى؟ ليكون يبى فلوس هذا. ما أدري ده يا إخوان. لا لا. إيه سالفة والله. مش فاضي لك بعد ما أتفاهم معك. الحين بنسوي الحركة هذه يا إخوان. نذكر إنه يمديك. لا دقيقة دقيقة. أيوة أيوة أيوة. دقيقة دقيقة. الله 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 الله. هالمرة ما راح أنوم يا إخوان. هالمرة راح آخذ مشن. أيوة ليه تبكين ليه؟ Two things. تبكي بسبب شغلتين مش شغلة واحدة. يا للأم الليل ما عندنا شغل إلا كتابها هذا اللي يسرقونه منها كل شوي. يقول لك أتوقع المشن هذا ما يمديك تأخذه إلا في الليل أساسا. فالحين لازم تدخل المدرسة من خلال الشباك من فوق. عاد والله ما أعرف وين الشباك هذا. هل يمدينا؟ دقيقة عطني الماب. أي من وراء. وين الشباك؟ كيف نطلع فوق؟ والله إني ناسيها المشن يا أخي. هو يمدينا نتسلق من هنا أوكي. حط لي إشارة صفر والله ما شفتها لي ساعة دور. أوكي دقيقة إيش هذا؟ ضغط مثلث راحت علي. شكله ماث روم. أوكي في صف رياضيات. أتوقع لو ركضت ما يسمعني. أوكي حلو. صف رياضيات وين عاد؟ هو يقول اتمنى ان شو اسمه ما انام. وين صف رياضيات يا اخوان؟ اوه هنا. لوكت استفروم. لازم نجيب المفتاح من استفروم وندخل. لا شافني يا اخي. مش فاضي لك والله. استفروم تحت. يا ليل الليل. يمدي نطمن هنا. اي والله يمدي. ايوه قلش لاعبي. تكفى كل شيء للجلتشات. شافوني شافوني يا اخوان شافوني. ايوه هنا استفروم. اوكي قاعة المدرسين الظاهر هذه. اوكي حصلنا كتابها. ايوه يا اخوان جالسة تحش فيني وربي. جالسة تحش فيني هذه. جيمي بوي سو باد. باد تيث باد هير باد سمل. خربيته ما خلت شيء في جسمي الا طاحت فيه. الغريب في الموضوع اني لو سلمت الكتاب هذا بدون ما اسفل فيها. هلا والله هلا. خربيت الرسبول ما حطوني الا في وجه هذا. نحشة 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 نحشة. اتوقع الساعة 12 اذا ما رجعت الى السرير راح انام على طول في اي مكان. دورني. ايوه تفاهم معها. اجلد عينها. I didn't read it much. قال ما قريتها كثير. $20 ولا قالها اي شيء. والله شكلها هم الفلوس ما همها ايش تقول. اليوم نمنا 11 وربع يا اخوان. نام متاخرين. اوه هنا فيه كيمستري. يمدينا اسوي الشغلات الخضراء هذه. اوه حلو والله. نبدأ اسوي القنابل. نبدأ اسوي اكثر. لا خلاص ما يمدي. نسيب وننام. وبس يا شباب هذه كانت مشناتنا اليوم الثاني. اتمنى نالت اعجابكم. لا تنسون اللايك والاشتراك. اشوفكم ان شاء الله على خير في حلقات جاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.